حتى لو انت كنت طلعت تاني مجموعتك، لكن انت في الاخر تفوقت على اول المجموعه. في مجموعه اخرى هو كان فريق قوي جدا زي فريق صن داونز، بالتالي وصلت لنصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وده امر جيد لكن مش ممتاز، لان الممتاز دايما يكون من خلال الفوز باللقب باذن الله تعالى. فبالتالي الخبر اللي بيتعلق بهذه الجزئيه ان خلاص رسميا تم اعلان ملعب جابوما بالكاميرون كملعب لاستضافه نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان احنا عارفين النظام الجديد هذا الموسم ان المباراه النهائيه هتكون هي عباره عن مباراه واحده مش مباراتين ذهاب واياب زي ما كنا متعودين في السابق. فبالتالي خلاص بشكل رسمي تم الاعلان من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم عن استضافه هذا الملعب بدوله الكاميرون للنهائي الافريقي باذن الله، تحديدا بطوله دوري ابطال افريقيا. في المقابل تقرر اقامه نهائي الكونفدراليه بملعب مولاي عبد الله بمدينه الرباط بالمغرب، واحنا عارفين كان في ثلاث دول اتقدموا بطلب استضافه النهائي سواء في طبعا الكاميرون او المغرب او تونس. المغرب كان من خلال ملعب مركب محمد الخامس، تونس من خلال استاد رادس، والكاميرون من خلال ملعب جابوما. الملعب ده بيتسع لحوالي 50,000 متفرج، في المقابل كان ملعب محمد الخامس بيتسع ل 45,000 متفرج، ملعب الرادس في العاصمه تونس 65,000 متفرج. واحنا عارفين كان في اسس او معايير معينه بيتم من خلالها الاختيار، وكان اهم هذه المعايير البنيه التحتيه. يعني الملعب ده يعتبر من الملاعب الجديده في الكاميرون، تم الانتهاء من انشائه بشكل رسمي في 2017، او تم البدء في انشائه في 2017 وانتهاء من الانشاء في 2019. وكان المقرر الملعب ده يستضيف مباريات بطوله الامم الافريقيه اللي كانت المفروض تبقى في الكاميرون في 2019، لكن تم سحب الملف من الكاميرون ومصر هي اللي نظمت البطوله، لكن اكيد هيكون جاهز لاستضافه مباريات بطوله الامم الافريقيه 2021 في الكاميرون باذن الله تعالى. خلينا اقول لحضراتكم ان الملعب ده موجود في مدينه ديوالا الكاميرونيه. من ضمن كمان المعلومات عن هذا الملعب ان هو يعتبر من الملاعب الجيده جدا في الكاميرون، وهم ملاعب قليله بصراحه يعني مش كتير، لكن نتمنى في النهايه ان الملعب ده يكون على قد الحدث، لان طبعا بطوله دوري ابطال افريقيا وبالتحديد المباراه النهائيه بتبقى مباراه قويه جدا ايا كان اللي هيوصل باذن الله يكون احد طرفي هذه المباراه النادي الاهلي باذن الله تعالى. احنا عارفين دور نصف النهائي فيه الاهلي والزمالك والوداد والرجاء، الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء، نتمنى النهائي يكون مصري طبعا وان شاء الله باذن الله الاهلي اللي يتفوق. هو الملعب ده كمان تاني اكبر ملعب في الكاميرون بعد بول بيا واللي موجود في شمال ياوندي، فده خبر اكيد من الاخبار المهمه جدا ايضا، خصوصا ان هو بيتعلق بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي هو موجود في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، ان شاء الله يوصل النهائي ويشارك من خلال هذه المباراه النهائيه في هذا الملعب باذن الله تعالى في الكاميرون. المباراه هتبقى في يوم 29/5 الساعه 7 بتوقيت جرينتش، لكن الساعه 9 بتوقيت مصر، دي من ضمن المعلومات برضو، لكن احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل خلال الفتره الجايه لما النشاط يعود باذن الله تعالى في افريقيا بشكل كامل. هل هيتم ترحيل المباراه النهائيه؟ هيتم ازاي التعامل مع مباراتي نصف النهائي سواء هنا او هنا للاربع فرق؟ يعني دي كلها امور لسه محل الدراسه بالنسبه للاتحاد الافريقي لكره القدم. بمناسبه الاتحاد الافريقي لكره القدم والكابتن شطه طبعا نجم النادي الاهلي السابق وعضو اللجنه الفنيه بالاتحاد الافريقي لكره القدم، قال ان هيكون في جلسه او اجتماع للمسؤولين في الاتحاد الافريقي لوضع استراتيجيه للفتره المقبله وكيفيه التعامل مع المرحله الحاليه كمان بخصوص المسابقات وعودتها والتصرف مع باقي مباريات البطولات الافريقيه وكمان التصفيات الافريقيه المؤهله لبطوله الامم الافريقيه 2021. يعني قصه كبيره بصراحه وصعبه جدا، هنشوف ازاي الاتحاد الافريقي هيتعامل في الجزئيه دي. في امر اخر وهو بيتعلق بالاولمبياد، واحنا عارفين ان الاولمبياد المفروض في طوكيو باذن الله تعالى، المفروض انها هتكون في شهر 7، لكن الامر شديد الصعوبه، يعني اعتقد بنسبه كبيره هيتم تاجيلها شهر بقى شهرين ثلاثه الله اعلم، المهم انها هتقام في 2020 حسب الظروف ايه اللي هيحصل فيها، لكن الحكومه اليابانيه متمسكه ان البطوله تكون في نفس الميعاد. يعني في المقابل القرار في النهايه بيبقى للجنه الاولمبيه الدوليه، هي بتقيم الوضع وبتشوف الانسب ايه لصالح الرياضيين ولصالح كل المتابعين يعني من خلال الرياضيات المختلفه اللي هتكون في الدوره الاولمبيه. فبرضو من ضمن الازمات ان انت لو البطوله في ميعادها او الدوره في ميعادها، ودلوقتي النشاط الرياضي واقف في كل انحاء العالم تقريبا،
وفي نفس الوقت في بعض الالعاب ما تمش حسم فيها المتاهلين لدوره الالعاب الاولمبيه 2020 بطوكيو يعني. فازاي هيتم اولا التعامل مع ما تبقى من تصفيات مختلف الالعاب، وازاي هيتم اعداد المشاركين في الاولمبياد بفتره قليله جدا قبل البطوله، لان انت طبعا كرياضي هتقف اسبوعين مثلا عن التدريبات، فهياثر على مستواك الفني والبدني بكل تاكيد في اي لعبه يعني. فدي برضو من ضمن الازمات اللي ممكن تكون بتواجه اللجنه الاولمبيه الدوليه، او بتواجه طبعا اولمبياد طوكيو بشكل عام. عامه نتمنى الاسبوعين دول يعدوا على خير باذن الله، وهم يكونوا بس اسبوعين مش اكتر من كده، والامور تعود لطبيعتها ان شاء الله في كل دول العالم. طيب خلينا اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع كده نقلب في الصحف النهارده نشوف قالوا ايه عن النادي الاهلي. نروح لفاصل الاول يلا. الصحف قالت على الاهلي ايه النهارده؟ تعالوا نشوف. الاهرام تعقيم كام فروع الثلاثه وفحص طبي للفرق الرياضيه وقطاع الكره، الاهلي يقرر ايقاف النشاط الرياضي وخطه كامله لمواجهه فيروس كورونا. الاخبار طوارئ قصوى في الاهلي، حملات توعيه لمواجهه كورونا وجلسه للاداره مع فير. الجمهوريه دخل مرحلة التعقيم، الأهلي يبحث الترتيبات الجديدة مع فاير. أخبار الرياضة، لجنة التخطيط تفتح ملف المدرب مبكرا، التجديد لفايلر أمر نهائي خلال ساعات، السويسري يطلب عودة شريف وماهر بسرعة. أخبار الرياضة، عبد الحفيظ يسخر من توقيع رمضان للفريق الأبيض، حقيقة تمزق علاقة الأهلي ورمضان سكر. الشروق الخطيب يجتمع مع فايلر لتحديد ملامح الفترة المقبلة، المدير الفني يطير إلى سويسرا في حالة استمرار تأجيل الدوري، مجلس الإدارة يجهز نفسه لكل الاحتمالات، رمضان جاهز وجيرالدو يواصل التأهيل. المصري اليوم ارتباك في الأهلي بعد قرار تجميد النشاط الرياضي، مخاوف من إلغاء الدوري، فايلر يتحفظ على الوديات خوفا من كورونا وتعقيم كل المنشآت. الوطن الاهلي يفاوض فتحي وسليمان للتجديد، وعاشور واكرام يقتربان من بيراميدز. اخبار الرياضه ياسر ابراهيم، لا احد في الاهلي يسعى للمجد الشخصي. الدستور اللجوء الى المحكمه الرياضيه الدوليه في ازمه كلوبالي، الاهلي يحصل على توقيع دونجا وفايلر يرفض ديفندر طلائع الجيش. واخيرا اخبار الرياضه، حقيقه عرض الشحات للبيع في الصيف. بصراحه في اخبار كده ما ينفعش ان انت تعلق عليها غير انك تضحك، اخبار بتبقى غير منطقيه، لكن خلينا كده ناخدها واحده واحده ونبتدي بجريده الاهرام. جريده الاهرام اتكلمت على الاهلي النهارده وقالت ايه، والواضح ان هم يعني لقوا حاجه تانية يتكلموا فيها. طبعا زمايلنا الاعزاء كلهم هناك يعني حاجه محترمه جدا، ناس شاطره جدا في كل الاحوال يعني، لكن قصدي ان هم سابوا قصه كابتن سعيد عبد الحفيظ ومشاكلهم مع الكابتن سعيد عبد الحفيظ، واتكلموا في موضوع كورونا وازاي الاهلي بيتعامل مع جزئيه فيروس كورونا. تعقيم كامل الفروع الثلاثه ده بيحصل يعني، بقى لنا يومين ثلاثه في القصه دي في النادي الاهلي، ده بيحصل زي ما حضراتكم شايفين في الصوره دي دلوقتي. فحص طبي للفرق الرياضيه وقطاع الكره ده ايضا قائم، الاهلي يقرر ايقاف النشاط الرياضي وده تم الاعلان عنه بشكل رسمي امبارح من قبل النادي الاهلي، وخطه كامله لمواجهه فيروس كورونا، اكيد يعني في خطه طبيه كامله لمواجهه هذا الفيروس من خلال الامور الاحترازيه وكيفيه الوقايه منه يعني، ان شاء الله ربنا يسلم الجميع. تعالوا نروح لجريده الاخبار واللي بتقول ان في طوارئ قصوى في الاهلي، حملات توعيه لمواجهه كورونا وجلسه الاداره مع فايلر. موضوع كورونا ده مش هتكلم خلاص فيه بقى، اتكلمنا فيه يعني كتلة بحثا يعني، الناس كلها اتكلمت فيه وكل الدنيا عملت مداخلات مع الاطباء اللي موجودين في مصر كلهم، فمش عايزين نتكلم في قصه كورونا، واعتقد ان الجانب التوعيه بقى واضح جدا عند الناس، والناس عارفه ازاي تتعامل مع الجزئيه دي، اهم حاجه ان الموضوع يبقى بمحمل الجديه، ده امر مهم جدا. لكن قصه جلسه الاداره مع فايلر
ده هيكون خلال الساعات المقبلة لتحديد الفترة الحالية ازاي هيتم التعامل معاها من خلال بعض التدريبات. مش عايز اقول تدريبات هتبقى قائمة في النادي الاهلي، لكن ممكن نقول ايه، برامج تدريبية حتى لو اللعيبة تتمرن في البيوت، يعني زي ما بيحصل في اوروبا في برامج تدريبية مثلا لاعبي ريال مدريد يحاولوا يعملوها في البيت لحد ما يرجع النشاط الرياضي بشكل طبيعي، مختلف في الاندية في العالم يعني. فاكيد هيكون في تفكير من خلال جلسة فايلر مع الادارة بخصوص الترتيب للمرحلة الحالية وكيفية الاستعداد في أي وقت لاستئناف النشاط الرياضي، لأن دي جزئية مهمة. لازم لو النشاط الرياضي هيتم استئنافه تبقى جاهز بشكل جيد. والموضوع بصراحة زي ما هينطبق عليك هينطبق على الكل، يعني لو أنت جاهز هيبقى الكل جاهز، أنت مش جاهز هيبقى الكل مش جاهز، لأن طبيعي جدا مفيش تدريبات خلال الفترة الحالية، لكن بيبقى في بعض البرامج اللي ممكن تخليك أكثر جاهزية نسبيا يعني. الموضوع طبعا صعب. تعالوا نروح لأخبار الرياضة. لجنة التخطيط تفتح ملف المدرب مبكرا، وبتقول كمان ان التجديد لفايلر امر نهائي خلال ساعات. يا جماعه في استقرار، في استقرار في النادي الاهلي على التجديد لمستر فايلر، يعني عشان برضو نقول لحضراتكم من الاخر كده. وارقام الراجل واضحه بتتكلم عن نفسها زي ما قلنا كتير، وارقام الراجل ممتازه وشخصيه الراجل رائعه، شخصيه احنا مفتقدينها على مدار عدد كبير جدا من المدربين على مدار سنوات. يعني ازاي بيعرف يتعامل نفسيا فنيا مع اللاعبين، وده امر مهم جدا بتحديد الجانب النفسي ده. يعني عندنا بعض المدربين خلال الفتره اللي فاتت، طبعا المدربين كلهم اللي جم النادي الاهلي فنيا ممتازين، لكن في الجانب النفسي ده البعض ما بينجحش فيه قوي، ومش شرط تكون موجوده عند كل مدرب، لكن هي تبقى اضافه لاي مدرب بيتولى تدريب فرق كبيره زي النادي الاهلي، انك ازاي تتعامل نفسيا مع اللاعبين، ازاي تجدد الدوافع عندهم، ازاي تقدر تتعامل في المباريات وقرايه المباريات. ده ايضا امر من الامور المهمه جدا عند مستر فايلر. لو هو حتى ابتدى غلط في مباراه من المباريات بيقدر يعدل في الشوط الثاني، والاهلي بيكسب بيعدي وبيأدي كمان بشكل جيد في الشوط الثاني. ففي استقرار وفي رضا تام طبعا عن المدير الفني، وان شاء الله ممكن نسمع جديد خلال الفتره اللي جايه بخصوص مستر ريني فايلر، في انتظار طبعا الاعلان الرسمي من قبل النادي الاهلي. السويسري كمان دي جزئيه مهمه، نرجع للخبر بيقول لك ايه، السويسري يطلب عوده شريف وماهر بسرعه. شريف يعني اللي هو محمد شريف طبعا لاعب النادي الاهلي المعار للانبي، واللي عامل موسم ممتاز في الحقيقه ومن احد اهدافي بطوله الدوري، وناصر ماهر المعار لسموحه، الاثنين لعيبه كبيره ومميزه جدا واكيد هتبقى اضافه للنادي الاهلي. لكن خليني اقول لحضراتكم انه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي على العناصر اللي ممكن ترجع من الاعاره بعد انتهائها طبعا، لان دلوقتي هو هنا كاتب لك بسرعه، انا مش عارف بسرعه هنا قصدهم بيها ايه، لان كده كده في اي فتره من فترات الموسم الحالي ما ينفعش تستعيد اي لاعب، الراجل مرتبط بعقد اعاره، يخلص الموسم هتستعيد اللاعب اللي انت تبقى محتاجه. ده هيكون من خلال رؤيه مستر فايلر، اكيد بيتابع، عنده مساعديه كمان بيتابعوا اللاعبين المعارين النادي الاهلي المختلف الانديه، بيقيموا مستوياتهم، وبالتالي بيبقى في قرارات مع نهايه الموسم. لكن ناصر طبعا لعيب كبير جدا، مركز رقم 10، انت ممكن تكون محتاج فيه حد مع قفشه مع صالح لو موجود يعني، او لو هيتم الاعتماد عليه، رغم ان احنا بنشك في الجزئيه دي بعد تصريحات مستر ريني فايلر، اكيد هو الراجل ليه القرار الاول والاخير بالنسبه له. لكن انت كمان عندك لاعب مهم قوي لو عاد من الاصابه باذن الله هو في طريقه للعوده، هو محمد محمود، وبيجيد اللعب في كل مراكز وسط الملعب، من ضمن المراكز دي مركز رقم 10 اللي هو مركز قفشه مثلا لما بيلعب مع مستر ريني فايلر، فهيبقى عندك البدائل في هذا المركز، خصوصا انت كمان عندك البدائل الموجودين دلوقتي والجاهزين، ممكن ما يكونش ده مركزهم الاساسي مثلا زي اجاي في بعض الاحيان بيلعبها، عندك وليد سليمان ايضا بيجيد اللعب في المكان ده، بالمناسبه حسين شحات لعبها اكتر من مره هذا الموسم مع النادي الاهلي، ففي حلول فنيه مميزه، وده ايضا يعكس مدى المميزات الفنيه اللي عند مستر ريني فايلر في كيفيه التعامل مع اللاعبين من الجانب الفني كمان داخل ارضيه الملعب، ودي جزئيه من الجزئيات المهمه. لكن موضوع يعني معارين ده ما تمش الاستقرار عليه بشكل كامل، وهيتم الاستقرار عليه خلال الفتره اللي جايه مع انتهاء الموسم، لما نشوف الموسم هينتهي امتى باذن الله تعالى. اخبار الرياضه بتتكلم عن ايه؟ بتقول كمان ان عبد الحفيظ يسخر من توقيع رمضان للفريق الابيض. هما هنا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان يعني هما توجهوا بالسؤال للكابتن سيد عبد الحفيظ عن الكلام اللي طلع الفتره اللي فاتت، هو كلام قلنا لحضراتكم امبارح غير صحيح اطلاقا، يعني هي مجرد اشاعات واشاعات مش منطقيه كمان يعني. اللي خلى الناس تتجرأ او مش تتجرأ، الناس تحاول تستنتج اخبار زي دي، وقعت عبد الله السعيد. يعني ممكن كتير ما كانش يتخيل ان عبد الله ممكن يمشي من الاهلي يروح يمضي في نادي تاني، لكن حصلت، وبتبقى وجهه نظر كل لاعب، هو حر، ممكن يكون عقده بيخلص مع فريقه قرار وشايف مصلحته في اتخاذ قرار معين فبياخده. لكن قصه رمضان وزي ما قلت لحضراتكم امبارح مختلفه تماما عن اي لاعب اخر قرر الرحيل عن النادي الاهلي بعد ما عقده انتهى يعني، او قرر ان هو يوقع مع اي نادي اخر. فالكابتن سعد حفيظ لما سالوه
طبقا للمكتوب في الخبر بشكل ساخر شويه، قال لهم طيب انا بتمنى اشوف كده رمضان مع اول الموسم لابس التيشيرت الابيض، يعني بشكل ساخر، بيتكلم بشكل ساخر في الجزئيه دي، او تصريح ساخر بالنسبه له، لان مستحيل يا جماعه، يعني لما نيجي نفكر في الموضوع كده منطقيا لا مستحيل. اه طبعا احنا في عصر احتراف وكل شيء وارد والكلام ده طبعا موجود، لكن في لعيبه معينه كده مثلا ما ينفعش ان انت تفكر ان دول يروحوا نادي تاني، بالتحديد النادي المنافس المباشر ليك في مصر. يعني الجانب الاحترافي موجود في العالم كله، ممكن يروح في اي حته تانية، لكن في مصر هيبقى صعب جدا رمضان صبحي يروح النادي الزمالك، يعني طبعا مع كامل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك. الجزئيه التانية اللي بيتكلموا فيها في عنوان الخبر ده ان ايه، ان حقيقه تمزق علاقه الاهلي ورمضان صبحي، وبيقول لك العلاقه فيها يعني مشاكل كبيره، وده مش حقيقي خالص. بيقول لك يعني ايه، ان اللاعب كان بيعاني من مزق في العضله الخلفيه، بس المزق ماشي، المزق مش بس في العضله الخلفيه، المزق في العلاقه اصلا ما بين الاهلي ورمضان صبحي، ساعات بيبقى فيه تهويل كده. قال لك ليه بقى؟ قال لك اصل بعد الاولمبياد الاهلي تواصل مع فريق هادرسفيلد عشان يجدد الاعاره او يشتري اللاعب، وهادرسفيلد ما رضوش لان عايزين يشوفوا اللاعب في الاولمبياد لما يلعب هيجيب سعر اكتر لو تالق، فكلام من ده، فده بدايه توتر العلاقه. ايه التوتر في كده؟ مفيش مشكله، ده حق مشروع لفريق هادرسفيلد، لكن انت بتبقى ماشي في طرق التفاوض على مدار الموسم بشكل كامل عادي، يعني لغايه لما تنجح في التعاقد او تفشل لا قدر الله في التعاقد مع رمضان صبحي. قال لك موضوع كورونا كمان اللي جه ده، وبخلاف ان اللاعب كان مصاب الفتره اللي فاتت كلها فده قتل طموح رمضان صبحي، بس موضوع كورونا مش منطبق على الدوري المصري بس، يعني بالمناسبه ده انجلترا نفسها من اوائل الدوريات اللي خدت، انا مش عايز اقول الاوائل، يعني خدوا قرار ان ما يلعبوش الدوري، فالموضوع ساري على الكل. فدي من ضمن الامور اللي بيتكلموا فيها بخصوص العلاقه ما بين الاهلي ورمضان صبحي، لكن اللي احنا عايزين ناكده لحضراتكم ان العلاقه مميزه جدا، مفيش اي مشاكل خالص. في كلام بخصوص التفاوض وشراء رمضان صبحي، مش تجديد اعارته، شراء رمضان صبحي. الاهلي عايز يشتري اللاعب مش عايز يجدد اعاره، هتبقى في محاولات اكيد، ده شغل الناس القائمين على الملفات اللي زي دي، سواء لجنه التخطيط، مدير اداره التعاقدات ده شغله، بعض المسؤولين في نادي الاهلي اللي ممكن يكون ليهم دور في جزئيه زي دي. لكن المؤكد يا جماعه وبعيد وزيد على حضراتكم، الاهلي هيحاول وهيسعى بكل قوه للتعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي. هنشوف الدنيا هتخلص على خلال الفتره اللي جايه باذن الله تعالى. لكن البعض بيحاول برضه، عشان اكد على الخبر ده، البعض بيحاول يعني ايه يخلق ازمات، مفيش ازمه ولا حاجه ما بين اللاعب وما بين النادي خالص يعني. تعالوا نروح للشروق، والشروق بتتكلم على ان الخطيب يجتمع مع فايلر لتحديد ملامح الفتره المقبله، وده اتكلمنا فيه في خبر سابق، واكيد هيبقى فيه اجتماع عشان يتم التنسيق بخصوص اللي هيحصل بالنسبه للفريق الاول لكره القدم خلال الفتره الحاليه وتبعيات كمان الفتره الحاليه. المدير الفني يطير الى سويسرا في حاله استمرار تاجيل الدوري، اعتقد هيبقى فيها صعوبه شويه كمان لان بسبب موضوع الفيروس، وفي بعض المطارات قفلت، عندنا مطار خلاص، مطارات مصر خلاص من يوم الخميس تم اغلاقها، فالله اعلم ايه اللي هيحصل في الجزئيه دي. مجلس الاداره يجهز نفسه لجميع الاحتمالات، ده طبيعي جدا. رمضان جاهز خلاص فعلا، شارك في اخر مران للنادي الاهلي، وجيرالدو يوصل التاهيل بسبب الاصابه اللي عنده في الكاحل، الامور بالنسبه له مطمئنه، وان شاء الله يعود سريعا جيرالدو كمان لما كل الفريق يعود باذن الله للمشاركه في التدريبات، ومن ثم المباريات الرسميه لما يعود النشاط باذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح للمصري اليوم، وبتقول في ارتباك في الاهلي بعد قرار تجميد النشاط الرياضي. الارتباك طايل الكل يعني، كل نادي بيحاول ينسق امور ويشوف ازاي يتعامل مع المرحله، واكيد من خلال الاجتماعات والتنسيق وكل هذه الامور هيتم الاستقرار في النهايه، التعامل يكون شكله عامل ازاي. مخاوف من الغاء الدوري، المخاوف متعلقه بايه؟ برضه عشان نبقى بنتكلم بتفاصيل مع حضراتكم. لو هنا قصده ان المخاوف من الغاء الدوري عشان الاهلي متصدر، فهو ما فيش جديد. لو الدوري اتلغى، ما الاهلي كل سنه متصدر ما شاء الله يعني. اه السنه اللي فاتت كان الزمالك طبعا ماشي بشكل ممتاز على مدار الموسم، لكن انت قدرت في النهايه تخطف اللقب من خلال اصرارك ومن خلال روح الفانيلا الحمراء ومن خلال الدوافع اللي خلقتها لنفسك عشان تجيب البطوله دي، بخصوص كمان الاجواء اللي كانت حوالين بطوله الدوري السنه اللي فاتت كلنا عارفينها يعني. ففي كل الاحوال لو المخاوف من جانب ان الاهلي متصدر، لا فالاهلي مش فارق معاه لو بطوله زي دي، حتى لو البطوله كملت وخسرها، اه طبعا بيبقى عايز يكسب كل بطوله، لكن مش هتقلل منه في حاجه، الاهلي هو متصدر بطولات الدوري في مصر يعني. لو المخاوف بسبب ان انت عايز تلعب ماتشات عشان تبقى جاهز لبطوله دوري ابطال افريقيا ان استكملت بشكل كامل، فاه ده ممكن هنا يكون في مخاوف، عشان انت بتبقى محتاج احتكاك قوي واحتكاك رسمي عشان تبقى جاهز لتحدي قوي زي التحدي الافريقي. فدي الجزئيه اللي ممكن يكونوا بيتكلموا فيها في الخبر. فيرا يتحفظ على الوديات خوفا من كورونا، موضوع الوديات ما زي ما فيش وديات
او زي ما فيش مباريات رسميه اكيد مش هيبقى في مباريات وديه. يعني كده كده مباريات رسميه عندنا في مصر كانت بتتلعب من غير جماهير بعد تحديدا كمان فيروس كورونا. كان بيبقى في اعداد قليله، لكن بعد الفيروس ده كان بنلعب من غير جمهور خالص، زي مباراه مثلا الاهلي وسموحه كده من غير افراد خالص، يعني الا قليلين جدا اللي بينظموا المباراه. ف القصه مش واضحه بصراحه، مش واضحه المعالم اطلاقا، ده امر طبيعي. فالمؤكد مش هيبقى فيه وديات اصلا بالنسبه للفريق، وتعقيم كل منشآت النادي ده امر مؤكد واتكلمنا فيه. ده كان المصري اليوم صح؟ طيب تعالوا نروح للوطن. الوطن بتقول ايه؟ بتقول الاهلي فاوض الملف اللي احنا بنتكلم فيه دايما، والكل مش احنا كل الصحافه المصريه دايما مهتمه بالجزئيه دي، لان بصراحه الاربع لعيبه كبار جدا، فتحي سليمان عاشور اكرام، نجوم من نجوم النادي الاهلي، والناس عملوا تاريخ كبير جدا مع الفريق. هنا الوطن بيجتهدوا بيقول لك ايه؟ الاهلي فاوض فتحي وسليمان للتجديد. في تفاوض حصل، يعني الاهلي اكيد بيفكر في، مش بيفكر اكيد، في خطوات خلاص. انت دلوقتي ما عندكش اي تحديات اللي هي كانت معطلاك، مثلا توالي المباريات، ضغط المباريات، دوري افريقيا، كلام من ده، فما كانش في وقت ان انت تتكلم في الملف ده. دلوقتي خلاص الوقت بقى بالنسبه لك متاح انك تتكلم بخصوص التجديد. هل ابتدوا الكلام؟ اكيد ابتدوا الكلام مع فتحي ومع وليد سليمان، اكيد في كلام ايضا مع عاشور واكرامي، بس الكلام هيكون في انهي اتجاه؟ خصوصا ان مثلا لعيب زي شريف اكرامي، ولاعيب كبير جدا طبعا في تاريخ النادي الاهلي، كان اعلن منذ فتره على رحيله عن النادي الاهلي من خلال حسابه الشخصي على تويتر، وقال ان ده هيكون اخر موسم ليه للنادي الاهلي. هل هيبقى في متغيرات ولا خلاص هو ده الاكيد بالنسبه لاكرامي؟ حتى لو في نسبه ما هي الاقرب، بس اكيد هننتظر الرسمي من النادي الاهلي. هم هنا بيقول لك بيقتربوا من بيراميدز، اي نادي في مصر طبيعي جدا انه يفاوض اسماء زي الاسماء اللي موجوده دي، اربع اسماء كبيره جدا ولاعيبه اضافه فنيه وخبرات وكل حاجه، كل حاجه ايجابيه عندهم يعني. طيب خلينا نروح لاخبار الرياضه. اخبار الرياضه بتقول تصريح على لسان ياسر ابراهيم، وقال ايه اللاعب؟ قال لا احد في الاهلي يسعى للمجد الشخصي. في الحقيقه ياسر ابراهيم من الشخصيات اللي اثبتت على مدار الفتره اللي فاتت ان هو يستحق التواجد في النادي الاهلي. في فترة كان في تشكيك في قدراته من الجميع، من النقاد، من الفنيين كمان، من الجماهير شككوا في قدرات ياسر ابراهيم. ده كان ناتج عن ايه؟ ناتج ان مستر فيلر كان بيستبعده، لكن اللاعب خد اتجاه تاني خالص. مش اي لعيب يقدر يفكر باسلوب ياسر ابراهيم، غير لو لعيب ناضج عارف مصلحته فين، عارف ازاي يقدر يفيد ناديه، عارف ازاي يقدر يحاول يطور من نفسه. ده اللي عمله ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم جت فتره من فترات مستر فايلر كان مش بيحطه في ال 18 اصلا، ولا حتى في ال 20، القايمه اللي بتبقى في الاول 20 كده في المعسكر ويخرج منهم اثنين عشان يبقوا 18 في الماتش. لكن اللاعب اتعامل ازاي مع الموقف ده؟ اكيد مستر فايلر قعد معاه قال له انت بس ناقصك الجزئيه كذا، ناقصك حاجه معينه مش عارف ايه. مش اتضايق، قفل على نفسه، اصل الراجل ده ظالمني، الراجل ده مرخم عليا، الراجل ده مش عايزني، مضطهدني. لا، هو فكر ازاي يطور من نفسه، ازاي يرجع يشارك كاساسي في صفوف النادي الاهلي. هل ده حصل؟ فعلا حصل. اللاعب طور من نفسه، اشتغل بشكل كبير جدا على قدراته، تطويرها، تزويد بعض المهارات اللي ممكن يكون محتاجها مستر فايلر بطريقه اسلوب لعب معين، كلام من ده. اشتغل على نفسه، لقى نفسه موجود في التشكيل الاساسي، وده اللي نجح فيه ياسر ابراهيم. وده مثال لازم الناس كلها اللي ما بتشاركش بشكل اساسي في مختلف الانديه تبص لياسر ابراهيم عمل ايه. هو اللاعب اتكلم مع اخبار الرياضه وقال لهم موضوع الرحيل الناس كانت مستنتجه ان انا همشي عن من النادي الاهلي بعد ما كنتش بشارك، لكن انا اصريت على ان اثبت ان انا موجود في النادي الاهلي وان انا استحق التواجد والعب بشكل اساسي، وده اللي بيحصل دلوقتي. قال ان عنده طموح بلا حدود مع النادي الاهلي. قال كمان اشاد مستر ريني فايلر، قال ان هو مدرب نموذجي، هو في الحقيقه مدرب فعلا مميز جدا زي ما اتكلمنا. وقال بطوله الدوري لسه في الملعب، ودي عقليه مهمه جدا ومطلوبه بالمناسبه. ممكن اللعيب دلوقتي يقول لك ايه؟ احنا حاسمين بطوله الدوري. الكلام ده بيبقى للجماهير، وبيبقى خلاص هو فعلا انت قدامك فرق كبير جدا ما بينك وبين المقاولين مثلا العرب صاحب المركز الثاني، فالمنطقيا خلاص الاهلي اقرب للدوري. لكن ده ممكن يبقى كلامنا كاعلاميين كجماهير، لكن لازم اللعيب يكون عنده عقليه مختلفه. مش قصدي ان عقليه الجماهير مثلا او الاعلاميين مش صح، لا، ما بيتكلموا في الجانب المنطقي، لكن العقليه الاحترافيه بما انك لعيب في نادي كبير زي النادي الاهلي لازم تفكر كده. قال لك السنه اللي فاتت حصل سيناريو ممكن ناس كتير ما كانتش تتوقعه، الزمالك كان متصدر الدوري من اوله لاخره لاخر كام ماتش، قدر النادي الاهلي يعود رغم فارق النقاط وياخد بطوله الدوري.
قال احنا لازم ناخد بالنا من جزئيه زي دي عشان ما نتعرضش لنفس الموقف اللي اتعرض ليه نادي الزمالك السنه اللي فاتت، ونقدر نحافظ على بطوله الدوري. فدي عقليه ايضا مميزه وتفكير جيد من ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي، وقال ان الدوري لسه في الملعب، وده اكيد الدوري لسه في الملعب، لان انت كمان بتنافس مقاولين مثلا لو هيكملوا في المنافسه، لو نفسهم طويل ممكن يعود نادي الزمالك بقدراته وامكانياته لعيبته المميزين للمنافسه، ده امر وارد، لكن كله هيترتب على امكانياتك انت واصرارك انت. بس الاهم بصراحه ان الدوري يرجع الاول، يعني لما نشوف الدنيا هتستقر على ايه بعد موضوع فيروس كورونا. ان شاء الله الدنيا تخلص بسرعه بخصوص هذا المرض يعني، والحياه تعود طبيعيه. طيب ده كان كلام ياسر ابراهيم في اخبار الرياضه. نروح للدستور، والدستور بتقول ان اللجوء للمحكمه الرياضيه الدوليه في ازمه كولوبالي. هو كان في اتفاق ما بين الاهلي والنجم الساحلي بخصوص سليماني كولوبالي لاعب النادي الاهلي الهارب، واللي راح مش عارف الدنمارك ولا راح اسكتلندا ولا فين، وبعد كده تعاقدوا معاه هناك نجم الساحلي. ففي اتفاق خلاص تم الموافقه عليه من قبل الاهلي مع النجم الساحلي، لكن واضح النجم الساحلي مش ملتزمين بهذا الاتفاق، بيأخروا الدفعات. فاكيد النادي الاهلي عنده خطوات هيعملها، خطوات قانونيه عشان يحافظ على حقه، وده اكيد امر معروف عن النادي الاهلي دايما. حته بقى الاهلي يحصل على توقيع دونجا، موضوع دونجا ده، وخلي بالك هو مرتبط بالعنوان اللي بعده، يقول لك فايلر كمان يرفض ديفندر طلاق على الجيش. دونجا بالمناسبه لاعب من اللاعبين المميزين جدا في الدوري المصري، يعني الكل اكيد بيشيد بهذا اللاعب. وايضا هو اول يعني الموسم اللي فات تحديدا كان احد نجوم فريق بيراميدز، اللي كان اصلا فيه نجوم كتيره جدا، كان هو من ابرز النجوم دي. لكن السنه دي مش هو دونجا بتاع السنه اللي فاتت، لكن في كل الاحوال اكيد بيبقى فيه رؤى فنيه مختلفه، الله اعلم. ممكن يكون موجود في الليست بتاعت النادي الاهلي، ممكن جدا لانه لعيب مميز. هل وقع النادي الاهلي؟ لا ما حصلش، مع احترامي الكامل لزميلنا مين اللي كاتب الخبر ده يا جماعه؟ استاذ محمد الدكر. هو بيقول انه وقع، وده طبعا اجتهاد شخصي منه، ما فيش مشكله خالص، لكن في كل الاحوال المؤكد ان حتى الان الاهلي ما وقعش مع لاعبين بشكل رسمي انضمام لصفوف الفريق. لو كان وقع الاهلي اعلم، والاهلي ما بياخدش غير الطرق الشرعيه والسليمه للتعاقد مع اي لاعب من خلال التفاوض مع نادي وكل الامور والاجراءات المعروفه يعني. لكن دونجا ما وقعش. وهنا بيقول لك كمان ان فايلر رفض ديفندر طلاع الجيش، اللي هو محمد رزق لاعب النادي الاهلي السابق واللي متواجد دلوقتي في طلاع الجيش، ولاعيب مميز جدا في الحقيقه. لكن طبقا للخبر بيقول لك كان معروض على فايلر دونجا ومحمد رزق، وفايلر استقر على دونجا. مفيش استقرار نهائي يا جماعه اطلاقا، والله النفي مش مجرد النفي وخلاص، لا ده الاكيد اللي احنا بنقوله لحضراتكم. فلسه مفيش جديد بخصوص الجزئيه دي تحديدا. وخلينا اقول لحضراتكم ان بيبقى في تنسيق كامل ما بين المدير الفني ولجنه التخطيط للكره، لجنه التخطيط بترتب اوراقها مع كل فتره من الفترات، تشوف الاوراق هكذا وتبص على اللعيبه اللي ممكن تستحق الانضمام للنادي الاهلي او تضيف للنادي الاهلي، وبعد كده في وقت معين مع الموسم بيتم عرض الاسماء دي على المدير الفني. ممكن هو الراجل يكون شايف اسم تاني خالص مش شايفاه لجنه التخطيط، بيتم التشاور واتخاذ القرار النهائي اللي هو المدير الفني اكيد بيبقى محتاجه. لكن دور لجنه التخطيط للكره استشاري، ودور خاص بكيفيه ايجاد الانسب لصالح النادي الاهلي من خلال الكواليتي اللاعب اللي بيبصوا عليه يعني في مختلف الانديه. هنشوف الكلام ده مع نهايه الموسم، دلوقتي مفيش حاجه اكيده بخصوص هذا الصدد يعني. تعالوا بقى لاخبار الرياضه عشان الجزئيه دي مهمه قوي. اخبار الرياضه النهارده معانا كتير بصراحه يعني. قال لك ايه؟ قال لك حقيقه عرض الشحات للبيع في الصيف. كلام من ضمن الكلام اللي ممكن يخليك ايه تبتسم كده، اعتقد يعني كلام مش منطقي خالص يعني. هل عشان لعيب مصاب فتره من الفترات قليل يبقى كده لا ده خلاص هيتباع؟ هل ده كلام احترافي؟ مش بلاش احترافي. هل ده كلام من الجانب التقييمي منطقي؟ لا طبعا مش منطقي. هل التقييم في النادي الاهلي بيبقى لمرحله؟ لاعب عمل مشوار جيد حتى الان مع النادي الاهلي، مش عايز اقول ممتاز، عمل مشوار جيد، لان في فترات كان فيها حسين الشحات ده من اهم لعيبه النادي الاهلي، حتى الان هو من اهم لعيبه النادي الاهلي، لان قصدي كان في الفورمه بتاعته، الراجل كان متالق من الاخر ده قصدي يعني. وفي فترات اخرى كان هو مش مستواه، ودي فترات معرض ليها اي لاعب. هل معنى كده ان انا اعرض اللاعب للبيع؟ اطلاقا. النادي الاهلي لما بيجي يقيم لعيبته ممكن في لعيبه تقدر تقيمها مش من خلال موسم واحد، من اكتر من موسم، لكن بيبقى في اساسيات محطوطه المسؤولين في النادي الاهلي بيفكروا بيها، اللي هي ايه؟ الكواليتي بتاع اللعيب ده ايه؟ انتوا ايه رايكم؟ كواليتي حسين الشحات عامل ازاي؟ ممتاز، لعيب جامد جدا. الفتره الحاليه مش هو ده حسين الشحات، عشان ابقى صريح مع حضرتك، واكيد حضرتك شايفين الكلام ده. لكن في نفس الوقت لازم نكون احنا داعم لحسين، لازم نكون احنا في ظهره بنسنده عشان يستعيد مستواه،
كده كده باذن الله هيستعيده، لان هو قدراته وشخصيته ممتازه من الجانب الفني مع الفريق مع النادي الاهلي، ينفع يبقى موجود في النادي الاهلي طبعا. واحنا ناسيين يا جماعه الاهلي كان بيسعى قد ايه عشان يتعاقد مع حسين الشحات؟ احنا ناسيين النادي الاهلي دفع قد ايه عشان يجيب حسين الشحات؟ هو الاهلي هيدفع كده وخلاص او هيتعاقد مع لعيب لمجرد كمالة عدد مثلا؟ لا طبعا، الاهلي عارف القدرات اللي هو بيجيبها، اللعيب اللي انت بتجيبه عشان يكون اضافه ليك، هو اضافه طبعا للنادي الاهلي فتره من الفترات اللي ممكن ما يكونش موفق فيها، لكن المؤكد ان هو هيرجع للمستوى. لكن مثل هذه الاخبار ممكن تكون متعرض اللاعب للضغوط، وهي رساله لحسين الشحات، وانا ممكن قلناها له قبل كده من خلال برنامج كلام في الميديا، ما تركزش اطلاقا في اي انتقادات بتجيلك او حد بيقول لك عليها او بتوجه ليك، ما تفكرش عادي. اي واحد في لعيب كوره طبيعي جدا، او اي واحد في اي عمل عام طبيعي جدا بيتعرض فتره من الفترات لانتقادات، لكن الرق على شخصيتك انت لازم تستحمل الانتقادات دي ولازم تتعامل معاها بشكل ايجابي عشان ترجع لمستواك. الكلام بس مش حسين شحات، لاي لعيب ممكن يكون يتعرض لمثل هذه الضغوطات، يعني سواء من خلال الصحافه، من خلال بعض الجماهير. الجماهير مثلا لما تنتقد لعيب معين عشان بتحبه، عشان عشمانه فيه ان هو يقدم احسن من كده، ده امر طبيعي جدا. وخلي بالكم يعني ده ممكن يكون دور من الادوار المهمه جدا اللي بتساعد على عوده اللاعب لمستواه، لكن المؤكد ان باذن الله حسين شحات هيبقى يرجع لمستواه وهيفضل اضافه للنادي الاهلي على غرار الفتره اللي فاتت، ساهم في بطوله السوبر، ساهم في بطوله الدوري السنه اللي فاتت ايضا، بيساهم في بطوله دوري ابطال افريقيا بشكل جيد السنه دي، فان شاء الله باذن الله اتمنى له كل التوفيق. الاخبار زي دي طبعا غير صحيحه اطلاقا، بيقول لك حقيقه عرض الشحات للبيع في الصيف، هما هنا يعني بيحاولوا، انا ما يعني ما حبيتش ان انا اقرا الخبر، يعني انا علق عليه لانه في الحقيقه ممكن يكون هما شايفين ان حسين هيتم عرضه للبيع. احنا بنجيب لكم الاكيد مره واحده بقى، يعني اللاعب موجود مع النادي الاهلي ومكمل. وبالمناسبه برضو انا طولت في الحته دي بس لازم ناكد فيها، ان في اقتناع تام من مستر فايلر بامكانيات حسين الشحات، مقتنع بيه جدا، ودي معلومه مؤكده انا بقولها لحضرتك، الراجل مقتنع بيه. بس ان شاء الله التوفيق يكون حليفه خلال الفتره الجايه ويقدر يتالق مع النادي الاهلي يعود لتالقه باذن الله تعالى، لكن الثقه كل الثقه في حسين الشحات بكل تاكيد. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل اخبار الاهلي ونشوفها في المواقع قالت ايه. يلا بينا. عشان في ناس كتير بتسال على الفريق الاول وايه اللي بيحصل خلال الفتره اللي جايه او اللي هيحصل، اكيد في اجازه لحد ما الاجازه تخلص، يعني اجازه اعتقد 6 7 ايام بالنسبه للفريق، لحد ما الاجازه دي تخلص هيتم الترتيب للبرامج الخاصه باللاعبين، يعني سواء بقى عوده التدريبات على حسب الظروف خلال الفتره اللي جايه، بعض التعليمات اللي ممكن يعملوها في البيت زي ما قلت لحضراتكم، ده هيبان بشكل اكبر. يعني اخبار الاهلي في المواقع نشوف، يلا بينا. اليوم السابع، فايلر يبحث عن آلية آمنة مع إدارة الأهلي لاستمرار تدريبات الفريق. موقع مبتدأ، وعد فايلر لنجل شوبير وعلي لطفي قبل استئناف النشاط. وان ثري، جوكر الأهلي موهوب يكتب كلمة النهاية مبكر. الوطن سبورت، بشرى الأحمر، الأهلي صاحب آخر تتويج بدوري الأبطال في الكاميرا. اليوم السابع، موقع اليوم السابع بيقول إن فايلر يبحث عن آلية آمنة مع إدارة الأهلي استمرار تدريبات الفريق. خبر معانا يا جماعة، الآلية آمنة مش عارف بصراحة، عمال بفكر فيها ممكن تكون عبارة عن إيه، الله أعلم. لو أكيد هما بيفكروا بيدرسوا أمر زي ده، يعني هيتم الاستقرار على إيه في النهاية هنعرف، لكن في كل الأحوال حتى الآن الفريق أجازة، ما فيش أي تدريبات خلال الكام يوم يعني الجايين دول. تمام، ده اليوم السابع. تعالوا نروح لمبتدأ، والكلام هنا بقى إيه من الأخبار الغير منطقية، يعني اللي انت تحاول تقنع نفسك بيها ما تعرفش،
هو الخبر مش مكتوب في الصوره مع الصوره هنا، بس ان احنا نقول لحضراتكم ان فايلر وعد مصطفى شوبير، هم هنا نجل شوبير، دايما رابطين مصطفى بابوه، طبعا ابوه قيمه كبيره ولاعيب كبير جدا وحارس كبير جدا في كل الاحوال، لكن في نفس الوقت لازم نفصل ما بين مصطفى شوبير وما بين احمد شوبير. مصطفى شوبير كامكانيات ممتازه بالمناسبه، وانا اكدت لحضراتكم الجزئيه دي قبل كده، لكن في نفس الوقت موضوع الوعد سواء لمصطفى او لعلي لطفي ده كلام غير منطقي. يعني هو هنا بيقول لك في الخبر ايه، ان قبل ما النشاط يتم ايقافه او بعد كمان ما النشاط تم ايقافه وعدوا مصطفى ووعدوا علي لطفي ان انت كده ايه هتلعب بعد ما النشاط يرجع ان شاء الله باذن الله ربنا يسهل. هل ده كلام نتوقع ان ممكن يحصل؟ لا طبعا. هل هو وارد؟ مش وارد. لا وارد ان حد يشترك، لكن وارد ان يكون في وعد؟ لا طبعا مفيش وعد. وعد ايه؟ ده انت داخل على مراحل لو ما النشاط باذن الله يرجع، مراحل مهمه في الدوري ومراحل مهمه في دوري ابطال افريقيا، هي الاهم طبعا، دور نصف النهائي والنهائي. ممكن بقى بطوله كاس مصر، ممكن تلاقي بقى مصطفى او تلاقي علي لطفي، اكيد الاولويه هتبقى لعلي لطفي مثلا عشان برضه بنتكلم منطقيه، لكن في نفس الوقت عمر ما مستر فايلر هيوعد لعيب في المركز ده كمان تحديدا ان هو يلعب. مفيش الكلام ده، مش 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 مدير فني النادي الاهلي اللي يعمل كده. ممكن في انديه اخرى، يعني ممكن الانديه الصغيره مع احترامنا وتقديرنا ليهم يعني يفكروا كده، المدربين يفكروا بالطريقه دي، لكن في الاهلي ده كلام غير منطقي اطلاقا. لا فايلر وعد مصطفى ولا وعد علي لطفي بالمشاركه اطلاقا، الا لو وعدهم في موضوع كاس مصر، دي حاجه ثانيه. كده كده كاس مصر ممكن الحارس الاساسي ما يلعبش، تدي فرصه للحارس الاحتياطي خصوصا في المركز اللي زي ده انت بتحتاج فيه ثبات. وبعدين ايه ده، انت فتره توقف دلوقتي، فبعد ما هترجع هل هيبقى في وقت انك تجرب حراس؟ يعني بحاول احلل مع حضراتكم الخبر، يعني حاجه غريبه. تعالوا نروح لوان ثري واللي بتتكلم على كريم نيدفيد جوكر الاهلي الموهوب. هو طبعا جوكر ولاعيب موهوب جدا ومميز جدا، وشفنا الكلام ده ولمسناه على ارض الواقع من خلال فتره مستر لاسيرتي تحديدا، كمان فتره مستر كارتيرون على ما اتذكر كان ماشي فيها بشكل جيد كريم نيدفيد، لكن هو توهج مع مستر لاسيرتي قبل الاصابه. ففي كل الاحوال هو هنا بيقول لك ايه، بسبب الجراحه اللي عملها اللاعب واللي تكررت والحظ السيء اللي بيتعرض ليه اللاعب، وممكن يكونوا بيشككوا في حته ان كريم نيدفيد هيرجع وكلام من ده. لا كريم نيدفيد يا جماعه الامور بالنسبه له ماشيه بشكل جيد، وانا طمنت حضراتكم من كام يوم قبل كده قلت لكم ان هو في برنامج هيتم وضعه بالنسبه للاعب بعد ما يرجع لالمانيا بعد الجراحه الاخيره اللي اجراها، والبرنامج ده باذن الله هيأهله بشكل طبيعي جدا للعوده للتدريبات ومن ثم المشاركه في المباريات الرسميه بشكل طبيعي مع الفريق. فايضا خليني اقول لحضراتكم ان الفتره اللي ممكن ياخدها كريم نيدفيد هي اكيد هتبقى فتره مش قليله، لسه ما تمش تحديد الفتره بشكل نهائي، يعني احنا سالنا في الجزئيه دي، لا لسه مفيش فتره محدده لعوده كريم نيدفيد. ده هيكون بيترتب على البرنامج اللي هيضعه الطبيب الالماني اللي اجرى الجراحه للاعب، الجراحه الاخيره، هو اللي هيقول بعد ما يروح اللاعب لالمانيا ويكشف على حالته والراجل يشوفه، هيقول له بقى انت كده قدامك مثلا العوده الملاعب شهرين ثلاثه مثلا. يعني ده هيبان خلال تواجد كريم نيدفيد في المانيا خلال بعد اسبوعين ثلاثه بالظبط من دلوقتي باذن الله تعالى، لكن هو اللاعب مطمن والحاله كويسه وركبته بتتحسن بشكل جيد وان شاء الله خير بالنسبه لكريم نيدفيد. وفي الحقيقه لما نيجي نتكلم على الجانب الفني بالنسبه لكريم نيدفيد فهو اضافه بكل تاكيد، لاعب جوكر فعلا على غرار احمد فتحي مثلا. احنا عندنا المثل اللي دايما لازم نتكلم عنه هو احمد فتحي بموضوع المراكز اللي بيلعب فيها، الراجل بيلعب مدافع، بيلعب باك رايت باك ليفت نص ملعب، لو طلب منه يلعب مهاجم هيلعب. فاحمد فتحي دايما لازم بيبقى مثل اساسي بالنسبه للكره المصريه بشكل كده. كريم نيدفيد على نفس النهج ده، الراجل بيلعب باك رايت بيبقى كويس، اعتقد لعب فترات باك ليفت او مباراه من المباريات يعني، ممكن يلعب في نص الملعب كمان، بيلعب بقى كل مراكز في نص الملعب، ديفندر، بيلعب رقم 10 كصانع العاب عادي كريم نيدفيد. فان شاء الله لو عاد كريم نيدفيد هتبقى اضافه مهمه جدا. تخيل حضرتك كده معايا، خلينا نتخيل مفيش ماتشات ولا في حاجه خلال الفتره الحاليه، فعندك كريم نيدفيد وعندك محمد محمود غير حمدي فتحي طبعا، الثلاثه دول اللي موجودين مع الناس اللي موجوده حاليا يعني اللي هو عمرو السوليه واليو ديانج بخلاف حسام عاشور كمان، فتخيل خط وسط النادي الاهلي، تخيل الحيره اللي هيبقى فيها المدير الفني، المقاومات كلها عاليه، الفنيات كلها عاليه، الإجادة في أكتر من مركز في نص الملعب لكل الموجودين دول عالية جدا.
فهيكونوا اضافه بكل تاكيد في مشوار النادي الاهلي المختلف المشاوير المختلفه بالنسبه للفريق خلال الفتره اللي جايه. نتمنى لهم العوده سريعا. محمد محمود رباط صليبي ماشي بشكل كويس على فكره في البرنامج العلاجي. كريم ندفد ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه الدنيا تتطور معاه بشكل ايجابي. وحمدي فتحي كمان ماشي بشكل نموذجي زي ما وصف الدكتور الالماني طبيب اللاعب، واللي اكد ان حمدي فتحي ماشي بشكل جيد. لكن ما فيش كلمه نهايه ولا حاجه نهايه مبكره والكلام من ده، لا ده مش موجود، وان شاء الله كريم ندفد هيعود احسن من الاول باذن الله تعالى. طيب تعالوا نروح للوطن سبورت والتطرق ل نهائي دوري ابطال افريقيا بعد الاعلان على انه هيكون في الكاميرون. وزي ما قلنا لحضراتكم مع بدايه الحلقه اعلان رسمي من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم، لكن الاهلي عنده ذكرى سعيده جدا في الكاميرون بالتحديد في جروه وملعب القطن الكاميروني. لو نفتكر كده ونرجع مع بعض بالذكريات ل 2008 وذكريات لا تنسى بكل تاكيد لما النادي الاهلي تالق وقدر ان هو يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا في 2008 على حساب القطن الكاميروني بعد ما وصلنا الفريقين وصلوا النهائي. مباراه الذهاب 2-0 للاهلي، احرز الاهداف وائل جمعه، كابتن وائل جمعه طبعا النجم الكبير، والنجم الكبير ايضا فلافيو كان هدف جامد جدا جدا يعني لف دماغه بطريقه كده. لو الاهداف دي موجوده يا جماعه يا ريت تعرضوها لنا نفكر بعض بيها يعني. فكسبنا 2-0 هنا في استاد القاهره في اول 10 دقائق على ما اتذكر، والمباراه خلصت 2-0. رحنا هناك تعادلنا 2-2، كان جاب اهداف النادي الاهلي على ما اتذكر في التوقيت ده كابتن احمد حسن لاعب النادي الاهلي في الوقت ده، وايضا شادي محمد من ضربه جزاء. كابتن شادي محمد كان احد نجوم النادي الاهلي ايضا في هذا التوقيت، وقدر النادي الاهلي يتوج بالبطوله بعد موسم انت كنت اخفقت في التتويج بالبطوله على ارضك. كمان النجم الساحلي كان في 2007، كان مهم جدا الاهلي يعود كمان مع مستر مانو جوزيه في هذا التوقيت. فالذكريات سعيده طبعا في الكاميرون، فهي بشره خير حقيقيه لجمهور النادي الاهلي وللفريق باذن الله ان احنا ان شاء الله السنه دي من خلال البطوله دي ومن خلال ملعب جابوما بالكاميرون نقدر نرجعها لدولاب بطولات النادي الاهلي اللي بيفتقرها بشكل كبير جدا وبيفتقدها اكيد كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. طيب دي اخبار الاهلي في المواقع، لسه معانا بعض الاخبار المحليه والعالميه نروح نشوف. المصري اليوم، نصف مليار جنيه خسائر الرياضه المصريه بسبب كورونا، الانديه الشعبيه مهدده بالافلاس، التسريح شبح يواجه اللاعبين والمدربين، وعشرة انشطه وصناعات تتاثر بتوقف النشاط. الدستور إلغاء الهبوط واعتماد الموسم الماضي لتحديد المشاركين في إفريقيا، خبير اللوائح، المارد الأحمر لن يتوج بالدوري حال إلغاء المسابقة. موقع مبتدا، جمال الغندور، تقنية الفيديو نجحت بنسبة 100%. فيتو، عامر حسين يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة. يلا كورة، الأولمبية المصرية لا يوجد رياضي مصاب بكورونا ونعمل لإيجاد حلول للتدريبات. 1-3 صراع الحذاء الذهبي، تعرف على ترتيب محمد صلاح بعد تعليق الدوريات بسبب كورونا. صدى البلد، الكأس وكورونا، مفاجأة سارة لمحمد صلاح ورفقاه في الدوري الإنجليزي. الوفد، نجم مانشستر يونايتد يتوج بجائزة أفضل لاعب في فبراير بالبريمير ليج. موقع بطولات، تقارير عقد سينسي مع إنتر يمنعه من الانتقال إلى برشلونة. سوبر كورة، برشلونة يتقدم بعرض للحارس تير شتيجن لتجديد عقده مع البارس. الشروق، 700 مليون يورو خسائر الدوري الإيطالي حال عدم استكمال الموسم. المصري اليوم، الدوري الاسترالي بدون جمهور بسبب فيروس كورونا. في الجول، تقرير على غرار مونديال 2022، مناقشه نقل يورو 2020 الى الشتاء. واخيرا الشروق، الرئيس البرازيلي يعارض وقف النشاط الرياضي بسبب كورونا. طيب تعالوا نتكلم في بعض الاخبار المحليه والعالميه، وكل الاخبار طبعا في اتجاه كورونا وايه اللي بيحصل في العالم دلوقتي. نبتدي بالمصري اليوم واللي بيتكلموا على الخسائر الاقتصاديه اللي اكيد هتكون لعدد كبير جدا من الانديه، مش عدد كبير ده كل الانديه اكيد يعني وكل الدوريات. نصف مليار جنيه خسائر الرياضه المصريه بسبب كورونا،
بالتحديد الرياضه المصريه اكيد هتخسر بشكل كبير جدا جانب الاقتصادي ولا التسويقي، ده امر مؤكد وطبيعي وبديهي، لان انت ما فيش اي نشاط، ما فيش اي احداث رياضيه بتجرى خلال الفتره الحاليه، وعلى اقل تقدير لمده اسبوعين. يعني الانديه الشعبيه مهدده بالافلاس، خلينا نقول الانديه الشعبيه اللي ممكن يكون الدخل بالنسبه لها ضعيف شويه، بخلاف الاهلي والزمالك ده حاله اخرى. يعني رغم الاهلي ما شاء الله يعني الجانب المادي الامور ماشيه بشكل جيد، لكن برضه مؤكد ان هو هيتاثر، يعني ما فيهاش نقاش. التصريح شبح يواجه اللاعبين والمدربين، مش هتوصل ان شاء الله باذن الله للدرجه دي، يعني الامور هترجع وهتبقى كويسه باذن الله تعالى. 10 انشطه وصناعات ستتاثر بتوقف النشاط، مش 10 بس، اكيد كل الانشطه وكل الصناعات اكيد هتتاثر، وكل العاملين بمجال الرياضه، مجال اي شيء يتعلق بالرياضه المصريه اكيد هيتاثروا بشكل كبير جدا. نتمنى الامور تبقى على ما يرام، وان شاء الله النشاط الرياضي في مصر يرجع بشكل طبيعي في كل العالم باذن الله. الدستور بتتكلم على جزئيه الغاء الهبوط واعتماد الموسم الماضي لتحديد المشاركين في افريقيا. خبير اللوائح اعتقد مين؟ محمد، الاستاذ محمد بيومي. يا جماعه قال ايه؟ المارد الاحمر لن يتوج بالدوري حال الغاء المسابقه. احنا حاولنا نجيب اللائحه بتاعت لجنه المسابقات، الاستاذ محمد بيومي تمام خبير اللوائح، حاولنا نجيب اللائحه، اللائحه تقريبا سريه يعني مش موجوده. دورنا كده انا وزمايلي الاعزاء عمرو فهمي قبل الحلقه، قعدنا ندور ونبحث عشان نوضح لحضراتكم ايه اللي هيحصل لو الدوري اتلغى او خلاص مش هيستكمل. يعني ما لقيناش لائحه صريحه تقول الكلام ده، واضح ان في لائحه بس مش معلنه. لكن في كل الاحوال الانسب هيكون ايه لصالح الرياضه المصريه، لصالح صحه المواطنين، هو ده اللي هيبقى اهم. لا بقى اهلي يكسب دوري ولا زمالك ينافس على الدوري ولا الكلام من ده، المهم ان يتم التعامل مع الموقف ده. وخلي اقول لحضراتكم ان معلوماتنا ان هيكون في بكره اجتماع في اتحاد الكره عشان يحددوا ايه اللي هيحصل لو تم الغاء المسابقه، هيبقى الموقف ايه؟ هل هتعتمد على نتائج اخر موسم اللي هو فاز فيه الاهلي بالدوري كان الزمالك المركز الثاني؟ هل هتلغي الهبوط؟ هتتعامل ازاي؟ كل دي امور واجراءات اكيد هيتم التناقش عليها خلال الاجتماع اللجنه الخماسيه باذن الله، المفترض ان هو هيكون بكره. فهنشوف ايه اللي هيحصل. الاهلي مش هيفرق معاه الموضوع، هو الاهلي هيفرق معاه ان انت بتلعب، يعني تلعب ماتشات وكلام من ده، طبعا ده هيبقى جانب. لكن برضه عايز اكد على جزئيه البطولات، لان البعض ممكن يكون بيحاول كده. احنا لاحظنا على مدار الايام اللي فاتت من ناس كتير قالت لنا يعني ان في البعض بيحاول ان هو يتكلم في اتجاه لازم تلغوا المسابقه ولازم مش عارف ايه، لان هو شايف ان المنافسه صعبه هذا الموسم. الراجل حقه، ممكن يكون بيشجع نادي اخر مفيش مشكله، لكن لازم يتكلم بمنطقيه ومؤكد كمان ان الضروري ان هو يتكلم في صالح الرياضه في مصر، مش في صالحه هو الشخصي ولا صالح نادي. يعني للاسف العقليات بتختلف يعني. طيب تعالوا نروح لخبر اخر من موقع مبتدا، وجمال غندور رئيس لجنه حكام اتحاد مصر لكره القدم بيقول تقنيه الفيديو ناجحه بنسبه 100%. طبعا احنا عايزين نحييهم، بصراحه هي نجحت. 6 ماتشات اتلعبوا بتقنيه الفيديو في الدوري المصري، الستة كان الفيديو لما تدخل كان مهم جدا، حالات كتيره جدا في بعض المباريات رجعت الحقوق لاصحابها لما بعد العوده لتقنيه الفيديو. فلازم نحيي ونشكر كل اللي قاموا او كل القائمين على تنفيذ تقنيه الفيديو في مصر، وده امر غايه في الاهميه. لسه عندي اخبار كتير جدا في الحقيقه محليه وعالميه عايز اعلق عليها مع حضراتكم، بس انا هروح لفاصل سريع ونعلق على الاخبار دي مع ضيفنا العزيز الاستاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائي، واستفاضه في الحديث عن كل هذه الامور وكل هذه الاخبار بالتحديد المحليه والعالميه، والتعامل الفتره الجايه هيكون ازاي بخصوص فيروس كورونا. استنونا بعد الفاصل. قهري دي مش موجوده، يعني احنا بنتكلم في اوروبا في بعض الدول عندها لوائح تتويج الفريق المتصدر، احنا ما عندناش دي. دي مش موجوده عندنا. يمكن حصلت قبل كده عندنا هنا وتم الغاء مواسم بدون تتويج حد. بالظبط. فمتساب برضو الموضوع عندنا هنا بدون توضيح. فرصه بقى ان احنا نقعد دلوقتي نحط سيناريو واحد واثنين وثلاثه، لازم يكون عندنا تصور لكل حاجه ممكن تحصل. المشكله بس اتحاد الكوره كل شويه يقعد يقول لك ايه اللوائح موجوده على الموقع، اللوائح موجوده مش عارف فين، كلام من ده، وما نلاقيش حاجه يعني. لا لا، ما احنا هتيجي على ارض الواقع دلوقتي بالنسبه للموضوع ده، ما فيش لائحه واضحه. ونتمنى ان حد من اتحاد الكوره يطلع يقول عكس الكلام. انا سامعه من عضو اللجنه الخماسيه ان ما فيش ما يؤكد منح اللقب للفريق المتصدر حال الغاء المسابقه لظرف قهري. وبالتالي مش هيبقى فيه هبوط.
بالتأكيد بالتأكيد. فاحنا حلينا دلوقتي عندنا حلول يمكن موجوده دلوقتي قدام اللجنه الخماسيه تتكلم فيها، استكمال النشاط بعد الايقاف ده، استكمله بالموسم الحالي، اكمل الموسم الحالي، ان ده مجهود ودي عقود ودي طبعا يعني حاجه اقتصاديه كبيره. الدوري المصري ما هوش صغير طبعا، الامور الماديه بتاعته مش صغيره، فبرضه صعب فكره ان انا اقول الموسم ده كانه لم يكن، هتبقى صعبه جدا على الانديه، صعبه جدا على الاتحادات، صعبه جدا على الشركات الراعيه اللي دفعت فعلا اجزاء من الموسم ده والموسم لم يكتمل. ففي حلول كتير لازم يتكلموا فيها، فكره استكمال الموسم سواء حتى بكاس مصر دلوقتي او بطوله الدوري ابداها مع الدور الجديد او الدوري الجديد، ابدا باستكمال المباريات المتبقيه من الدوري الحالي واخر شهر او حاجه بدايه الموسم الجديد. ده حل من ضمن الحلول. ممكن يتعمل دوره او الموسم اللي جاي اتعمل مجموعتين عشان اقلل المساحه الزمنيه. واعتقد ان الاتحادات القاريه والاتحادات العالميه شغاله على ده دلوقتي، وهتعمل زي حاجات استرشاديه للاتحادات الاهليه. يعني انا سامع او بنقرا عن الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي شغالين على كده دلوقتي. مصير الدوريات الاوروبيه ايه؟ ايجاد حلول. هيتعمل حاجه من الاتحاد الاوروبي، ايجاد حلول للازمه اللي فيها كل الدوريات الاوروبيه، وهيتم منحها استرشاديا لكل اتحاد يطبقها. حتى فيما يتعلق بالبطولات الاوروبيه، يعني كل دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج، قال لك من ضمن الاقتراحات يعني المطروحه ان هيبقى مباريات الادوار المقبله كلها هي مباراه واحده، مش مباراه ذهاب واياب على مدار مباراه النهائي. ده برضو اتطرح في الاتحاد الافريقي وبيتناقش الاتحاد الافريقي دلوقتي بخصوص. بس الاتحاد الافريقي احنا في دور قبل النهائي، نص النهائي يعني. قبل النهائي في كلام ان هو ممكن يتعمل قبل النهائي مباراه واحده في الكاميرون، بما ان تم اختيار الكاميرون لاقامه النهائي عليها. يتعمل زي وقت مجمع اسبوع او 10 ايام، يتلعب فيه مباراه واحده برضو قبل النهائي، والنهائي يتلعب في الكاميرون في نفس الاسبوع دون، ويبقى كده بدل الذهاب والعوده والسفر والازمه ده. احنا كده كلنا بنتكلم في سيناريوهات. محدش برضو عارف بعد الاسبوعين ايه اللي هيحصل، ايه القرارات اللي ممكن يتنبأ باي شيء بالظبط، ايه القرارات اللي ممكن تتاخد واحنا نتجاوب معاها باني طريقه. هل هيتم الغاء مسابقات قاريه ولا لا؟ احنا حتى الان بنتكلم على الامر الواقع ان الاتحاد الافريقي قال ان البطوله قائمه، دوري ابطال اوروبا، دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه قائمين. عنده افكار بخصوص اقامه قبل النهائي، سواء يقام ذهاب وعوده او يقام في الكاميرون مع النهائي. تم تحديد الكاميرون لاستضافه النهائي، تم تحديد المغرب لاستضافه نهائي الكونفدراليه، كل ده بيتحدد وشغال في الاتحاد الافريقي، فاحنا هنتعامل مع الامر الواقع. ايه الجديد بعد الاسبوعين؟ لازم نحط سيناريوهاتنا لما هو يعني مش عايز اقول لما هو أسوأ عشان ده ممكن طبعا كل شيء وارد، يعني لا قدر الله طبعا لما هو أسوأ لازم نحط سيناريوهاتنا ونشتغل عليه، ونحط سيناريوهاتنا ان احنا ممكن بعد الاسبوعين نرجع نشتغل تاني، فبرضه نبقى عاملين حسابنا على ده، على السيناريو ده وعلى السيناريو ده. عاملين حسابنا ان احنا ممكن بعد شهر نرجع، بعد اسبوعين نرجع، بعد ثلاثه نرجع، نجهز نفسنا كل جاهزين لكل السيناريوهات ونبلغ بيها الانديه، عشان برضو حاله الضبابيه اللي موجوده فيها الانديه. بس هو في الحقيقه محمد المسؤولين معذورين، مش عارفين يتنبأوا، مش هينفع يتنبأوا بايه اللي هيحصل. ما فيش تنبأ، انا بقول ندرس سيناريوهات. يدرسوا سيناريوهات ويقولوها انا ما بقولكش سيناريو واحد، انا بقول لك سيناريوهات لكل الحلول. ما احنا عندنا يعني لا قدر الله ما عندنا ايقاف نشاط خالص، او الازمه مستفحله ومش لاقيين لها حل، وده طبعا ان شاء الله يعني ربنا يبعده عننا، او الامور بتتحل جزئيا وهيتم عوده النشاط، ممكن نمد اسبوعين تاني، ممكن دي الحلول اللي عندنا او دي السيناريوهات اللي ممكن تحصل. انا لازم اتعامل واحط حلول مع كل السيناريوهات دي، سواء ان احنا هنوقف نشاطنا او هنشتغل بعد اسبوعين او بعد شهر. طيب الاولمبياد هيحصل فيها ايه؟ هل ممكن فعلا تتاجل انت من وجهه نظرك؟ طبعا احنا برضو مش عارفين نتنبا، لكن احنا لو استمر الوضع كده، تعليق الطيران على مستوى العالم، مفيش اعداد، مفيش دورات، مفيش بطولات دوليه وديه تحت اي مسمى، مفيش اي نشاط رياضي في العالم، اعتقد ان هيبقى صعب لو احنا استمرنا الشهر او الشهرين دول بنفس الاجراءات اللي متاخده دلوقتي في اغلب الدول، هيبقى صعب تقام في موعدها. في اقتراحات برضو، في اجتماعات شغاله، يمكن بكره في اجتماع اللجنه الاولمبيه الدوليه يوم الاربعاء، بعد بكره هيتعمل من خلال فيديو كونفرنس مع اللجان الاولمبيه في كل الدول، هيتم بحث الكلام ده اللي انا بقوله، ان احنا نبتدي نشتغل. احنا الفتره دي فيها توقف، في عندنا ازمه، بس في نفس الوقت اليابان بتقول لك احنا جاهزين. ما هو اليابان بتقول جاهزين، بس القرار في الاخر بيبقى اللجنه الاولمبيه الدوليه، مش اليابان. في ازمه في العالم، على مستوى العالم في نشاط واقف، في بطولات اتجمدت، في اعداد لعيبه ما بيتمش بالصوره الامثل بالظبط.
فده لازم يتم التعامل معاه، لازم ممكن يتم تأجيل بطولة أوروبا، ممكن يتم تأجيلها، في كلام عن تأجيلها لديسمبر. تمام. طيب خليني أتكلم في جزئية أخرى وهي من موقع مبتدى وتصريح للكابتن جمال الغندور، وهو بيتكلم على أن تقنية الفار نجحت بنسبة 100%. تقييمك للكم مباراة اللي اتلعبوا بتقنية الفار في مصر في الدوري؟ طب أصلاً عشان أحكم أن هي نجحت 100% ده صعب. يعني أو ممكن نقول لحد دلوقتي نجحت بنسبة يعني كم من وجهة نظرك؟ أصل إحنا أربع مباريات أو خمس مباريات. ست مباريات. أنا شايفها مبشرة جدا. مبشرة جدا. كويس. جدا. كويس. يعني بداية رائعة. ولكن الحكم ما بيبقاش من أربع خمس مباريات. طبعا. أنت إحنا لو عايزين نحكم على الأربع خمس مباريات من 70% لـ80%. الـ 20% راحوا فين؟ 20% تيجي مع الوقت. أخطاء بسيطة يعني. حاجات بسيطة. زي ايه مثلا؟ غير مؤثله في العداله عشان برضه ابقى واضح. كويس معك. كويس. زي الوقت الكبير اللي بناخده ده مع الممارسه. حصل في مباراه الطلائع. الطلائع كان مين؟ كان طلائع بيلعبوا المقص تقريبا او حاجه. حصل في مباراه الطلائع، حصل في مباراه المقاولين والطلائع. المقاولين والطلائع صح صح. يعني دي توقف فيها المباراه حوالي 11 دقيقه اكتر. حوالي 15 دقيقه شويه. يعني حالتين بالظبط خدوا 10 دقائق لما حالتين ضربتين الجزاء جداً. خدوا 10 دقايق. دي انا بقول مع الممارسه ومع الوقت ومع السماعات الجديده لما تيجي اعتقد ان هي هتاخد وقت اقل. فهي مش حاجه ازمه كبيره، ولكنها انا بقول من انت بتسالني على 20% فبقول لك 20% راحت فين. تمام. دي من ضمن ال 20%. الحاجات تاني زي التواصل. انا شايف ان ساعات بيبقى بعض المباريات اللي انا شفتها في ازمه في التواصل. مش عارف بقى ده عيب سماعات، ده عيب ممكن تصوير، لان في بعض المباريات انا سمعت ان لا الزوايا ما كانتش واضحه او الصوره او السورس اللي جاي من الـ من بالظبط. يعني دي لقطه من لقطات مثلا مباراه الاهلي وسموحه، ضربه الجزاء بتاعت عمرو السوليه وراح سمع عند الفار وشاف اللقطه. انا المفروض ما اشوفش السماعه دي مفروض. لو السماعه الجديده موجوده انا المفروض ما اشوفش السماعه دي اللي موجوده جنب المونيتور. المفروض السماعه اللي موجوده مع الحكم. دي المباراه دي كان فيها ازمه في التواصل. طب ايه الفرق ما بين السماعه مثلا اللي هي في ودنه دلوقتي دي؟ ده هاند فري، ده اصل ده هاند فري بس مش متواصل يعني مع الغرفه. ممكن يحصل فيه ازمه، ممكن يحصل فيه في الشبكه الا اذا ما كانش راح بص على انت كده. انت كده شبكه، ده موبايل يعني اعتقد ان ده حاجه يعني شبكات موبايل مش حاجه دايره مغلقه زي السماعات اللي هتيجي منتظرينها. وبرده الكابتن جمال اتكلم ان السماعات خلاص جايه والامور دي هتتحسن بصوره كبيره لما السماعات الجديده تشتغل. اعتقد ان بتبقى دايره مغلقه ما بينك وما بين الحكام، اجهزه حديثه تسرع من اتخاذ القرار. تسرع بالظبط. زائد التصوير، نفس التصوير برضو. لا التصوير فيه مشكله يا محمد. ما يعني بص الكواليتي بتاع طيب ما هو انت عايز يعني بار الماتش احنا عايز بار 100%. عايز بار 100%. لازم التصوير يكون 100%. طب ايه المشكله في التصوير؟ يعني عايز اسال مخرجنا العزيز مثلا محمد عمار اللي معانا، ايه السبب في الريزوليوشن الضعيف جدا اللي بنشوف بيه ماتشات مثلا زي ماتش الاهلي وسموحه؟ حاجه غريبه جدا. يعني احنا عندنا فار وعندنا كام، بس الواحد مش شايف اللعيبه بالعافيه من التلفزيون. يعني احنا مشكلة ان احنا عندنا المفروض في عربيات اذاعه جديده جت. المفروض في عندنا كوادر محترمه جدا في الاخراج في مصر. عندهم امكانيات مميزه اخراجيا. عندنا اطقم التصوير برضو والكلام ده مميزين احنا في مصر هنا يعني نمره واحد في الوطن العربي. على فكره الريزوليوشن دي مش متعلقه بقناه معينه، ده هي القنوات اللي الاشاره بالظبط، دي الاشاره اللي جايه بالظبط. ما عشان كده بقول لك التصوير التواصل حاجة تاخير غريبة. تاخير الوقت يعني انا فكره تاخير الوقت دي برضو انا ازعجتني. انا مش عايز المباراه تمتد لساعتين. يعني بتفقد اثاره الحاله بتقعد خمس دقائق وست دقائق كتير جدا. ولكن انا واثق ان الامور دي هتتحسن مع الوقت. مع الوقت يعني كبدايه طبعا لازم نتكلم ان هي بدايه كويسه جدا. بدايه مبشره بالنسبه لموضوع تطبيق الفار. وهنشوف ان شاء الله تحسن في المستوى في الفتره اللي جايه. احنا لو خدت بالك احنا خدنا فتره تدريب قصيره جدا. وكلنا عشان ما نستثنيش نفسنا احنا كنا مشككين ان احنا هنطبق الفار في الدور الثاني. فطبعا لا لازم نحييهم ان احنا في الفتره دي اتدربنا حاجه ايجابيه ممتازه بصراحه. اتدربنا في الفتره دي وقدرنا نوصل للشكل ده مقبول نسبيا، مقبول بصوره كويسه جدا بالنسبه لنا. الديفوهات الصغيره اكيد وصلت لاتحاد الكوره، اكيد وصلت لجنه الحكام. كابتن جمال غندور يمكن اعترف بيها، سمعته في كذا حاجه، اعترف بان في فعلا ازمه في التوقيت، في ازمه في السماعات. دي هيتم تداركها الفتره اللي جايه. ولكن في الاساس بقى بتاع الفار او في الاساس بتاع العداله، ان انا لو في حاله محتاجه لا ده شفناه تم بصوره كويسه وتم تغيير نتائج مباريات. ويمكن الدليل
احنا شفنا الاربع او خمس مباريات اللي احنا شفناهم حاله رضا من الاجهزه الفنيه في كل فريق، سواء اللي كسب او اللي خسر او اللي تعادل، بس مش بنسبه 100% ورث ده طبيعي عند الرجل. بص ما احنا مش هتنتهي، مش هتفضل موجوده، مش هتنتهي طبعا. هي دي كره القدم، وبنشوف على مستوى العالم على فكره مع الفار في حالات فار على مستوى العالم بيحصل فيها ازمات وبيقعدوا يتكلموا فيها فتره طويله. هل ده سابق؟ هل ده مش سابق؟ هل فيها ضربة جزاء؟ حاجات برضو فيها تقديريه يعني، في حاجات ضربات الجزاء بس فتره طويله مش للدرجات دي زي ما حصل في ماتش المقاولين وطالع مثلا. لا ما دي ما ده النموذج اللي قلت لك عليه ده اول حاجه انا شفتها سلبيا. ده هيتظبط لان التواصل هيبقى اسرع، هيبقى في لينك يعني اكبر ما بين الحكام وبعض، هيفهموا بعض بصوره اكبر، فهيتم تداركها ان شاء الله. لا الموضوع الريزوليوشن ده مهم يا محمد. لا التصوير ده، لا التصوير ده حتى عشان الناس لما تتفرج، لا تتفرج كمان بشكل حلو يعني. حتى برضو الحاجات الفنيه لما بتيجي الحكم يعيد، يمكن اول مباراتين احنا ما كناش واخدين بالنا منها. الحكم لما بيروح يشوف الفار ما كناش بنجيب جنبه هو بيشوف ايه. انت قصدك كمان على الشكل، الشكل العرض بالنسبه للجماهير. الشكل انا اجيب الحكم زي ما بيحصل في البطولات الاخرى في اوروبا، الاعاده اجيبها زي ما بيشوفها الحكم، اشوفها انا كمشاهد، اشوف هو بيشوف ايه. انا ليا حكمي وليا عيني برضو اتفرج معاه واشوف قراره، اكيد طبعا هيبقى قراره طالما لجا للفار كمشاهد. بالمناسبه اللي بيتفرجوا على التلفزيون بس، لكن في ارضيه الملعب لو في جمهور ما ينفعش يشوفوا الحاله مع الحكم، يعني ما ينفعش يشوفوها. والله في انجلترا بيزعوها. لا لا في انجلترا يعني بيقول لك بيعمل تشيكنج مثلا جول او، وبعد ما بياخد القرار بيجيب الحكم بعد ما ياخد القرار بقى عشان ما يحصلش جدل. لا دي مهمه طبعا طبعا. طيب عامة نتمنى التوفيق طبعا، وان شاء الله لما النشاط يعود الدوري يعود بشكل طبيعي يبقى تقنية الفيديو تستمر في نجاحها. عايز اتكلم معاك في خبر اخر بخصوص فيتو النهارده، ويقول لك عامر حسين يدرس الترشح لانتخابات اتحاد الكرة. دلوقتي مبدئيا بخلاف حاج عامر حسين يترشح او ما ترشحش، اللي هيحصل ايه لو تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية؟ بالتالي الانتخابات ممكن تتأجل للاتحادات. هل بقى ساعتها اللجنة الخماسية دي هتكمل، ولا ممكن من الوارد ان احنا نلاقي انتخابات، خصوصا بعض اعضاء اللجنه الخماسيه نفسهم انتخابات تيجي بشكل سريع جدا، ممكن نلاقي ان هيتم حل اللجنه الاولمبيه او هيجي لجنه اخرى تشرف على انتخابات الاتحاد المصري لكره القدم قبل الاولمبياد؟ ايه اللي هيحصل في الحاله دي؟ ده على فكره يعني سؤال حلو جدا ومحدش تطرق للقصه دي. احنا اكيد هنلتزم باللوائح بتاعه الفيفا واللجنه الاولمبيه الدوليه. واعتقد ان اللجنه الاولمبيه الدوليه والفيفا مش هيسيبوا جزئيه زي دي من غير ما يتم فعلا الحديث فيها او التشاور فيها. المجالس الادارات اللي تنتهي فتره، حتى مش شرط يكون المجلس بتاعنا او اللجنه الخماسيه بتاعتنا معينه، في مجالس ادارات في دول تانية اكيد هينتهي فترتها في يونيو شهر 6 اللي جاي، فاكيد هيتحط حاجه برضو للجزئيه دي. وانا اميل او ارشح ان لا يعني طالما كده ممكن يتمد للجنة الخماسية برضو للأولمبياد، لو الأولمبياد مثلا اتأجلت شهرين أو ثلاثة أو أربعة يتمد لها الفترة دي ويتعمل الانتخابات مع بقية دول العالم. ده الحل الأنسب من وجهة نظرك. ده من وجهة نظر أنا. واعتقد ان هو ده الاقرب. الاقرب انها برضه هيجي من التعليمات من الفيفا او من اللجنه الاولمبيه الدوليه باستمرار مجالس الادارات لحين الدارة الأولمبية إقامتها، سواء مثلا هتقام في ديسمبر، في كلام إن هي لو اتأجلت تقام في ديسمبر أو تقام قبل كده، أو لو أقيمت في ميعادها فهتبقى الانتخابات هتقام في ميعادها بصورة عادية جدا. ومن حق أي حد، أنت يمكن جبت خبر الحاج عامر حسين، من حق أي حد إنه يترشح، ما يمنعوش. بيقول لك كمان بند الثمان سنين مش هيطبق على بشكل بأثر رجعي. ده من ضمن يعني الافكار، ولكن لم تحسم ما تمش حسم، لم تحسم لسه بصوره نهائيه. لسه المفروض ان هي تم صياغتها خلاص من قبل الاتحاد الدولي وهتتعرض على هتتعرض ولكن الجزئيه دي لم تحسم فيها يعني مش واضحه لسه. حتى الان الاثر الرجعي موجود، وان اللي عدى عليه 8 سنين قبل كده ممنوع من الترشح حتى الان. لكن في كل الاحوال التفكير في ده موجود، ان يتعمل الغاء الاثر الرجعي ويبتدي دوره جديده بالناس كلها ليها الحق. الافضل ايه من وجهه نظرك؟ والله يتعمل دورتين جداد، يعني يتعمل من بدايه من دلوقتي دورتين 8 سنين، واي حد بقى من حقه. طب ما احنا ممكن نفضل في القصه دي، يبقى بند 8 سنين ملوش لازمه، يعني انت ممكن لا قدر الله الكره المصريه تتعرض لازمه من الازمات فتره جايه، فبالتالي تعمل اي حاجه جديده تمشي في نفس الاطار اللي انت ماشي فيه ده، فبالتالي احنا ممكن حتى لو اتعملت الثمان سنين، عشان برضو اكلمك بصراحه جدا، لو اتعملت بند الثمان سنين ممكن تيجي ناس محسوب على الناس اللي انت مش عايزهم يجوا، وهيبقوا هم برضو اللي بيديروا اتحاد الكوره من خلف الستار. لا يتفضلوا، اللي عايز يترشح يدير قدامي. ده كلام مهم. يعني احسن ما نجيب حد من خلف الستار وابقى انا برضو اللي بدير. طيب لكن في كل الاحوال الانتخابات هتبقى ساخنه،
طبقا لل يعني طبعًا. الاسماء اللي بتترشح يعني اسماء بتترشح كابتن احمد شوبير مثلا على الرئاسه اسماء قويه مهندس ثاني ابو ريده اثنين تقال جدا اسماء قويه بتترشح وفي اسماء قويه ثانيه بتفكر كمان في الترشح يعني سمعنا الكابتن طاهر ابو زيد سمعنا اسماء ثانيه سمعنا الاستاذ جمال علام سمعنا اسماء ثانيه مطروحه بالنسبه ان هي تترشح على رئاسه الاتحاد ولكن انت قلت الثنائيه الابرز كابتن شوبير والاستاذ هاني ابو ريده دول ابرز اثنين ناويين يخشوا المعترك. طيب في خبر برضو مهم من يلا كوره وعلى لسان رئيس اللجنه الطبيه باللجنه الاولمبيه واللي قال ان مفيش اي رياضي مصاب بكورونا لحد دلوقتي. مش عايز اتكلم في الجزئيه دي خلاص اتكلمنا فيها لكن عايز اتكلم في موضوع ان هم بيحاولوا ايجاد حلول للتدريبات خصوصا ان انت لو استأنفت النشاط الرياضي فهتحتاج فتره عشان تستعد من اول وجديد. بالظبط ممكن الحلول تتمثل في ايه خصوصا ان مفيش اي تدريبات دلوقتي؟ ما هي دي الحاله الضبابيه اللي انا بكلمك عليها في الانديه كلها. في انديه عايزه تتدرب وعايزه تعمل حاجات تدريبات او مباريات وديه ولكن في نفس الوقت الامور مش واضحه. فدي لازم يتوجد لها حلول سواء حتى التدريبات ممكن التدريبات في الملاعب من خلال بقى اجراءات تعقيم واجراءات تطهير مكثفه في الانديه او في الاتحادات او في المنتخبات اللي مثلا شغاله الان. يعني عندنا منتخبات المتاهله لطوكيو او اللاعبين المتاهلين لطوكيو تدريباتهم شغاله لا يطبق عليهم قرار تعليق النشاط حتى الان في مصر هنا في مصر والله لا يطبق تعليق النشاط على كل المتاهلين لاولمبياد طوكيو تدريباتهم شغاله بصوره طبيعيه بشكل طبيعي ده لازم طالما الاولمبياد شغاله طالما الاولمبياد مقامه لازم تتمرن ما تاجلتش لازم هتمرن ويستعد انت بتتكلم في شهرين فما ينفعش يقعد في البيت بس ده بيتعمل بتقنين ما هو ده بيتعمل بتقنين ما ده اللي انا بتكلم فيه وقايل لك فيه لازم يبقى في تقنين للموضوع لازم يبقى في اجراءات وقائيه وصحيه كبيره جدا في الانديه او في الاتحادات دي لتفادي اي ازمه او لتفادي اي عدوى او لتفادي اي فيروس مش كورونا بس لازم يبقى في تواجد صحي كبير جدا لازم يكون في ارشادات مستمره لازم يكون في تعقيم مستمر تواجد طبي يكون على اعلى مستوى في المنتخبات او الانديه اللي هتتدرب الفتره اللي جايه انت لو بتتكلم ان في حد هيرجع يلعب مباريات كمان اسبوعين او كمان ثلاثه لازم يكون بيتدرب مش هينفع يرجع يتدرب بعد اسبوعين وبعد كده تقول له العب على طول لا يعني هيبقى في تدريبات الانديه هيتم الوصول لصيغه من خلال اللجان الطبيه اتحاد الكره فيه لجنه طبيه اللجنه الاولمبيه فيها لجنه طبيه الانديه فيها لجان طبيه واطباء والكلام ده لازم كل ده طبعا هيتم الاخذ في الاعتبار الفيروس والتحديات اللي احنا بنواجهها ونعمل اجراءات وقائيه لكل اللاعبين وكل الاجهزه الفنيه نتمنى السلامة للجميع بإذن الله تعالى وده أهم شيء أهم من أي نشاط رياضي في الدنيا يعني الأهم كمان إن احنا نفسنا كده نقي أنفسنا من الفيروس من خلال التعليمات الطبية وطرق الوقاية اللي أكيد الكل عارفها دلوقتي وأكيد بتعرض بشكل دائم في الإعلام وواضحة للجميع ما نجريش ورا الشائعات ولا الجروبات ورا الشائعات بالظبط يعني ولا إيه؟ ولا الجروبات ولا الجروبات دي مليانة حاجات يعني يا ابو حميد انا بشكرك شكرا جزيلا ونورتنا شكرك بشكرك يا امير الله يخليك استاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائي كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده بكره حلقه جديده ان شاء الله واخبار جديده استنونا باذن الله تعالى الى اللقاء